الفائدة اليوم هي ما جاء في هذا الحديث، وهي فائدة مهمة قد تركها أكثر الناس، قد تركها وأهملها أكثر الناس، فارجعوا إليها وتمسكوا بها واعملوا بها وحرضوا وحركوا غيركم للعمل بها واسمعوا ما هي وما فيها من أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم وما تأخر من ذنبيهما، حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. إذن انظروا إلى هذه الفائدة: حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. شو المسألة؟ بتشوف خيك المسلم بتسلم عليه، أو إذا هو صدقك بترد عليه السلام وتحط إيدك بإيده تصافحه. ثم هذه المصافحة لها سر ولها فوائد، منها أنها تقوي المودة بين المسلمين، منها أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتذهب ما في نفوس بعض الناس عن بعضهم البعض من الجفاء والنفور وغير ذلك. لها أسرار ولها فوائد كثيرة. إذا تصافحه، سلمت عليه أو سلم عليك، إن سلم ترد، ثم تصافحه وتصليان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي على رسول الله وهو يصلي على رسول الله، ماذا لكما؟ أي خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فهذه الفائدة العظيمة ارجعوا إليها، هي كانت موجودة بين الصحابة، والصحابة كانوا على ذلك، ومن بعدهم أيضا من أهل العلم كانوا على ذلك، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة كأنها ماتت بين الناس، هذه العادة كأنها انقرضت. أنتم أحيوا هذا العمل العظيم، بارك الله بكم، هللوا وصلوا على النبي.